وفي أبرز عناوينها تتابعون. مجلس الوزراء يجتمع اليوم بالقصر الرئاسي في نواكشوط تحت رئاسة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز. المحكمة العليا تنظم ندوة علمية حول موضوع الجرائم الاقتصادية والمالية، التكييف القانوني والممارسة القضائية. استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي بحاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة. أهلا بكم إلى التفاصيل ومرحبا بعشم تعلية التي ستصحبنا بلغة الإشارة في هذه النشرة. اجتمع مجلس الوزراء اليوم بالقصر الرئاسي في نواكشوط تحت رئاسة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز. استقبل رئيس الجمعية الوطنية النائب محمد اللبويلي الأمس بمكتبه سعادة السيدة ناتالي دوبي سفيرة كندا في موريتانيا. تناول اللقاء العلاقات المتميزة بين بلادنا وكندا والسبل الكفيلة بتعزيزها. جرت المقابلة بحضور السادة محمد فالو العيسى رئيس الفريق البرلماني للصداقة الموريتانية الكندية بالجمعية الوطنية، ومحمد محمود الحننة رئيس فريق حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وعضو فريق الصداقة، وعبد الله والصالح الأمين العام للجمعية الوطنية. وعلى مستوى الغرفة الثانية استقبل رئيس مجلس الشيوخ السيد محمد الحسن للحاج أمس بمكتبه سعادة السيد خالد محمد الشيباني سفير دولة الكويت المعتمد في بلادنا. تمحورت المحادثات حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال البرلماني. انطلقت أمس بالعاصمة أشغال ندوة علمية كبرى حول موضوع الجرائم الاقتصادية والمالية، التكييف القانوني والممارسة القضائية. سيعكف الأساتذة والقضاة المشاركون في الندوة المنظمة من قبل المحكمة العليا على تناول مختلف المواضيع المبرمجة في هذا اللقاء. المحكمة العليا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تنظم ندوة علمية كبرى تحت عنوان الجرائم الاقتصادية والمالية، التكييف القانوني والممارسة القضائية، بهدف ترسيخ مفهوم دولة القانون ودراسة ونقاش المواضيع التي تشكل اهتماما لدى الأسرة القضائية في بلادنا بالتعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين. لقد تطورت الجرائم الاقتصادية والمالية بشكل سريع خلال العقود الأخيرة نتيجة التقدم الاقتصادي وما صاحبه من تطور صناعي أفضى إلى استخدام التكنولوجيا بشكل مكثف. وشكل التقدم في مجال الاتصالات هو الآخر أرضية خصبة لتطور هذه الجريمة، فظهرت القرصنة الإلكترونية وتمددت الجرائم العابرة للحدود. وتصديا لهذا الواقع سارعت الدول إلى سن تشريعات لمواجهة هذه الظاهرة الجرمية المذهلة، بما في ذلك استحداث محاكم متخصصة في مجال الجرائم الاقتصادية. في هذا الإطار تتنزل هذه الندوة العلمية الدولية استجلاءً لمستوى التطور الجرمي المالي والاقتصادي من خلال محاور تتناول بالبحث والدراسة الإطار القانوني لهذه الجرائم، تجلياتها الحديثة دون إغفال مظاهرها التقليدية. ممثل الاتحاد الأوروبي في بلادنا تحدث بهذه المناسبة عن أهمية تنظيم هذه الأنشطة العلمية في مجال القضاء، مؤكداً على أن التطور الحاصل في مجال الجرائم الاقتصادية والمالية على مستوى العالم هو ما يدعو لنقاش هذا الموضوع للخروج بتوصيات مشتركة في هذا الصدد. وأضاف أن مختلف المواضيع الخاصة بهذا الموضوع
سيتم نقاشها في هذه الندوة العلمية وأخذها بعين الاعتبار من طرف الجهات الوصية والشركاء في المراحل القادمة. الإطار القانوني للجرائم الاقتصادية والمالية والصعوبات الإجرائية المرتبطة بالتحقيق في هذه الجرائم والضوابط القانونية المجرمة لها طبقا للنصوص القانونية مواضيع من بين أخرى سيناقشها المشاركون في هذه الندوة على مدى يومين للخروج بخارطة عمل مشتركة تساعد على تطبيق هذه القوانين وتساهم في مكافحة الجرائم الاقتصادية. بدأت أمس بالعاصمة نواكشوط أعمال ورشة تحسيسية حول تطبيق القانون المتعلق بالوقاية والتكفل ومراقبة فيروس مرض نقص المناعة المكتسبة السيدا. ترمي هذه الورشة المنظمة من قبل الجمعية غير الحكومية المعروفة بالتراحم إلى التعريف بالقانون المتعلق بالوقاية والتكفل بالمصابين بهذا المرض العضال. يوم تحسيسي حول القانون الصادر 2007 المتعلق بالوقاية وبالتكفل ومراقبة مرضى فيروس السيدا، والذي يسعى إلى صيانة الكرامة الإنسانية بالنسبة للمصابين وضمان الحقوق الطبيعية لهم، وهو أمر يستدعي التعاون بين المجتمع المدني والجهات الحكومية المعنية. ستقوي هذه الورشة التعاون بين المؤسسات العمومية والمجتمع المدني لصالح المواطنين، حيث سيتم خلالها تقديم القانون ومناقشته للخروج بتوصيات ستساهم في تطبيقه. وهنا لواثق أن تنوع المشاركين من قضاة والمجتمع المدني والنواب والهيمة سيضمن نجاح هذه الورشة. رئيسة جمعية التراحم السيدة عائشة بنت علي السالم المتحدثة باسم الفاعلين الجمعويين المشاركين في الورشة أشارت في كلمتها إلى أهمية الورشة في إطلاع المعنيين بالقانون والمستفيدين منه بحيثياته وتفاصيله ليتمكنوا من متابعة حقوقهم. ممثلة الاتحاد الأوروبي حفصة بال أعربت في كلمتها عن الدور الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي في دعم منظمات المجتمع المدني وتعزيز قدراتهم في مجال العمل الإنساني. يوم من النقاش تابع فيه الحضور عروضا تفصيلية عن القانون الذي يراهن نشطاء المجتمع المدني والسلطات العمومية على نتائج التطبيق الصارم للتعهدات والترتيبات التي يتضمنها هذا القانون. نتحول إلى شمال البلاد بالتحديد مدينة زوارات التي تم بها فتح مكتب خاص بتسجيل الراغبين بأداء فريضة الحج لموسم 37 400 و1000 هجرية، وتسير هذه العملية بشكل منتظم وفق الخطة التي اعتمدها قطاع الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلية الرامية إلى تقريب خدمة التسجيل من المواطنين داخل البلاد. عدد المواطنين الذين مركز استقبال المواطنين في مدينة الزوارات من هذه الولاية سيكون بحسب المستثمرين لا بحسب عدد السكان كما هو كما جرت العادة في السنوات الماضية على شكل طوابير أمام مكتب. وكان لهذه الإجراءات وغيرها من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة هذه السنة لسبيل ضمان أكبر قدر من الشفافية من خلال المشاركة البالغة في صفوف المواطنين على فرارا إليهم الذنوب والآثام عبر الجولة الروحية لضروب الخضوع والامتثال، ولتر زمور السيد سلم والسيد اطلع ميدانيا على الظروف التي تجري فيها عمليات التسهيل في عاصمة الولاية، واستمع إلى شروح مفصلة حول عمليات التسهيل والأساليب المتبعة من طرف وزارة التوجيه الإسلامي والتعليم الأصلي هذه السنة لضمان مزيد من الشفافية على بيت الله الحرم. جينا هون نسجل اليوم قادمين زين عن زين تتميز هذه السنة عن غيرها من السنوات الغارقة لأنه بأن عدد واعتمدت السلطات العمومية في البلاد عدد المواطنين الذين سيحق لهم أن يحجوا من هذه الولاية سيكون بحسب المستشرين لا بحسب عدد السكان كما هو كما جرت العادة في السنوات الماضية. شقة السفر وكان لهذه الإجراءات وغيرها من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة هذه السنة بسبيل ضمان أكبر قدر من الشفافية أثرها البالغ في صفوف المواطنين. جينا هنا تجاه التسجيل الحج ذي السنة المباركة إن شاء الله علينا وعلى جميع المسلمين، ونحمد مولانا على توفيرنا الأمن والأخلاق الحميدة. حمد مولانا يسجل هنا في الحجة
ولانا تعبوا قايسين أرض لاني وحامد مولانا اللي لا مساعدنا على بيت الله الحرم. جينا هون نسجل اليوم قادمين زين عندنا المبادرة اللي سلهنا من تنقلات شور نواكشور وزينا عندنا حتى مبادرة تذكرها تشكر. واعتمدت السلطات العمومية في البلد منذ الموسم الماضي طريقة لا مركزية في التعامل مع الحجاج من خلال تحويل كل الإجراءات التي يقوم بها الحاج إلى الداخل لتجنبه مشقة السفر إلى نواكشوط. ونبدأ صفحتنا الدولية بشأن الفلسطيني، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطينيين اثنين بعدما أطلق الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما على حاجز قلنديا العسكرية شمال القدس المحتلة ظهر أمس. وأبلغ الارتباط العسكري الفلسطيني باستشهاد فتاة وشاب بعد إصابتهما بعدة رصاصات على حاجز قلنديا، حيث ادعى الاحتلال محاولة الفتاة تنفيذ عملية طعن لجنود على الحاجز. قتل 4 مدنيين بينهم امرأة في قصف لنقطة تفتيش للانفصاليين على خط الجبهة في شرق أوكرانيا حسب ما تناقلته وكالات أنباء دولية. وتعد هذه الحصيلة هي الأكبر لضحايا المدنيين منذ أشهر عدة في شرق أوكرانيا، حيث تراجعت المعارك نسبيا منذ إعلان الهدنة في شهر سبتمبر من السنة المنصرمة. تبادل دونالد ترامب وهيلاري كلينتون الانتقادات عقب فوزهما بالانتخابات التمهيدية للحزبين الجمهوري والديمقراطية التي جرت في 5 ولايات على الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية. وقد توعد كل منهما بهزيمة الآخر إذا فاز بالترشيح وتواجه في انتخابات الرئاسة التي ستجري في 8 نوفمبر المقبل. أفادت وسائل الإعلام الأمريكية بأن الملياردير دونالد ترامب فاز في 5 ولايات في يوم الثلاثاء الكبير من الانتخابات التمهيدية. نتائج الانتخابات التمهيدية هذه ستحدد من ستدعمه أصوات 172 من المندوبين الجمهوريين في مؤتمر الحزب الذي من المرتقب أن ينعقد في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو في 18 يوليو من العام الجاري، وسيحدد هوية المرشح الرسمي من الحزب للانتخابات الرئاسية في نوفمبر القادم. بدورها حققت هيلاري كلينتون فوزا في الانتخابات التمهيدية لتحديد مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة ب4 ولايات، لكنها خسرت أمام منافسها الوحيد السيناتور بيرني ساندرز في ولاية رود آيلاند. وتحدد هذه الانتخابات من ستدعمه أصوات 462 من المندوبين الديمقراطيين في مؤتمر حزبهم القادم لإعلان اسم المرشح الرسمي من الحزب الديمقراطي إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية. ترامب وكلينتون تبادلا انتقادات لاذعة وتوعد كل بهزيمة الآخر في انتخابات الرئاسة التي ستجري في 8 نوفمبر لانتخاب خلف للرئيس الديمقراطي باراك أوباما. ختاما للنشرة نذكر بأبرز ما جاء فيها. مجلس الوزراء يجتمع اليوم بالقصر الرئاسي في نواكشوط تحت رئاسة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز. المحكمة العليا تنظم ندوة علمية حول موضوع الجرائم الاقتصادية والمالية، التكييف القانوني والممارسة القضائية. استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي بحاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة. شكرا لعاشم تعالي التي رافقتنا بلغة الإشارة، شكرا لكم على كرم المتابعة، إلى اللقاء.